نشأة الإدارة وأهميتها. الإدارة كعلم له أصوله ومبادئ من مواليد القرن العشرين، وظهر أول مفهوم للإدارة في العقد الأول من القرن العشرين للتعبير عن العمليات والإجراءات التي يتم من خلالها استغلال الموارد البشرية والإمكانيات المادية للوصول إلى أهداف محددة. فقد أصدر فريدريك تايلور كتابه الإدارة العلمية عام 1911، ويعتبر أول من قعد ووضع الأسس لممارسات الإدارة عن طريق الأساليب العلمية، سواء فيما يتصل بالطاقة البشرية أو طبيعة العمل أو استعمال آلات الإنتاج. فقد درس الوقت والحركة، وبالدراسة تم تخفيض الوقت الذي تستغرقه المهمة أو يستغرقه النشاط إلى الحد الأدنى، وتم استبعاد كل الحركات التي لا تتصل بالمهمة أو النشاط، ووضع قواعد وإجراءات للطريقة المثالية لممارسة العمل أو أداء المهمة. من هنا يؤرخ تايلور الإدارة كعلم، وإن كان البعض قد رصد قبل هذا التاريخ بعض الإرهاصات والممارسات العلمية للإدارة. جاءت الثورة الصناعية الحديثة استجابة لمتطلبات الإنسان وتلبية احتياجاته المتطورة، فظهرت المصانع ومؤسسات الأعمال الكبيرة، حيث أدى التقدم الصناعي الهائل وزيادة عدد العمال في المصانع وتعقد المهام وتوسيع الأعمال التي يتطلب إنجازها عمليات وأساليب إدارية، بالإضافة إلى توضيح عمليات الاستيراد والتصدير والتسويق. كل ذلك أدى إلى ظهور الإدارة وأهميتها، وأظهر الواقع إلى أن الإدارة هي دالة النجاح للمصانع والمؤسسات المختلفة. مفهوم الإدارة، وتعبر عن مجموعة العمليات التي يتم بمقتضاها وضع الإمكانيات البشرية والمادية وتوجيهها لتحقيق أهداف الجهاز الذي توجد فيه. وتعني الإدارة أيضا تنفيذ الأعمال بواسطة آخرين عن طريق التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتقويم واتخاذ القرارات من خلال مجموعة من الأفراد للوصول إلى هدف أو أهداف محددة. والإدارة ظاهرة ترافق وجود المجتمعات السياسية، فحيثما يوجد مجتمع سياسي منظم توجد الإدارة، وتعبر الإدارة عن مجموعة العمليات التي يتم بمقتضاها وضع الإمكانيات البشرية والمادية وتوجيهها لتحقيق أهداف المنظمة. أعزائي الطلاب، أحب أن أنبهكم إلى أن هناك مصطلح يرد بمعاني مختلفة، العمليات الإدارية، وأحيانا باسم الوظائف الإدارية، وأحيانا بمسمى عناصر الإدارة، للإشارة إلى التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتقويم واتخاذ القرارات. ويختلف المصطلح من مرجع إلى آخر، فالبعض يفرق بينها والبعض الآخر يستخدمها بالتبادل، كما يختلف عدد هذه العمليات أو الوظائف أو العناصر من مرجع إلى آخر وفق التصنيف الذي يتبعه الكاتب. فمثلا عملية التوجيه تتضمن عناصر القيادة، اتخاذ القرارات، الاتصال، العلاقات الإنسانية، الحوافز، الروح المعنوية. هذه العناصر نظرا لأهميتها يتم إخراج بعضها من سياقها التنظيمي لعملية التوجيه، واعتبار كل عنصر أو بعض هذه العناصر عملية إدارية قائمة بذاتها نظرا لأهميتها وتباين أهداف الباحثين. وبعض المراجع ينظر إلى عنصر اتخاذ القرار كعملية متضمنة في كل عملية من عمليات الإدارة، فهي متضمنة في عملية التخطيط، ومتضمنة في عملية التنظيم، ومتضمنة في عملية التوجيه، ومتضمنة في عملية الرقابة والتقويم. والبعض الآخر يعتبر عنصر اتخاذ القرار كعملية إدارية قائمة بذاتها، ومنهم مؤلف كتاب مقرر الإدارة المدرسية. أعزائي الطلبة، أحببت أن أضعكم في التباين والاختلاف الذي ربما يعمل لديكم إشكالا في الفهم لبعض المفاهيم والبناء المعرفية لعمليات أو وظائف أو عناصر الإدارة، خاصة إذا رجعتم إلى مراجع في الإدارة. أرجو أن أكون قد وضحت ما يمكن أن يشكل التباسا. المهم أننا في هذا المقرر سنستخدم مصطلح العمليات الإدارية، وسنركز على عمليات الإدارة المتمثلة في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتقويم واتخاذ القرارات. الإدارة هي ممارسة مجموعة الوظائف الإدارية مع مجموعة الأفكار للوصول إلى هدف أو أهداف محددة. هذا المخطط يعبر عن مفهوم الإدارة بأنها عملية ممارسات للوظائف الإدارية، التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة والتقويم واتخاذ القرار مع مجموعة من الأفراد للوصول إلى هدف أو أهداف. الجانب العلمي والفني في الإدارة. هناك جدل ما زال قائم حتى الآن، هل الإدارة علم أم أن الإدارة فن، أم أن الإدارة هي خليط من هذا وذاك، يعني خليط من الجانب العلمي والجانب الفني. الإدارة كعلم ظهرت في بداية القرن العشرين كما أسلفنا، علم له قوانين ومبادئ يمكن تدرسها، وكما أشرنا إلى أول كتاب صدر لفريدريك تايلور في عام 1911 الذي قعد فيه كثير من الممارسات الإدارية. والإدارة كفن أي كممارسة تقوم على الموهبة ظهرت منذ أمد بعيد، بدليل نشأة الدول والإمبراطوريات والإنجازات التي حققتها والحضارات التي بنتها منذ التاريخ القديم للبشرية وحتى الآن.
هناك من يذهب إلى أن مصر القديمة قد بلغت درجة كبيرة من التقدم في التنظيم والكفاءة، وإلى أن الإغريق كان لهم إدارة متقدمة، وأن الرومان طبقوا العديد من بعد الإدارة في تنظيم وإدارة الجيوش والإدارات المدنية المختلفة المنتشرة في كافة أرجاء الإمبراطورية الواسعة. فالمصريون خلال العصر الفرعوني اعتمدوا التخطيط لتقدير محصولات الغلال الزراعية سنويا، وقاموا بإنشاء المقاييس لقياس منسوب المياه ومقدار الفيضانات في كل عام، واستطاعوا التوصل إلى توقع هل سيكون عام ازدهار أم عام نقص في المحصول، واستخدموا الإحصاء لمعرفة عدد السكان وتقدير الثروات بغية تقدير الضريبة على الدخل، وطبقوا نظام متطور للوظيفة العامة. وتشير الوثائق في تراث الحضارة السومرية لأنهم عرفوا ألوان القيادة الإدارية ونظام الضرائب وإدارة أموال الدولة، وأن البابليين وثقوا المعاملات التجارية وحددوا مسؤوليات القائد وعدم تفويضها، وأن الصينيين حددوا سلطات الإمبراطور وتزويد الجهاز الإداري للدولة بالموظفين الأكفياء، ووضعوا نظام الامتحانات للقدرات والإلمام بالمعلومات، وعرف اليونانيون الانتخاب الشعبي والاختيار والمساواة والمكافأة، وعرف الرومان التسلسل الإداري والتنظيم الإداري الكف للهيئات الاستشارية، وحددوا سلطات الإمبراطور وكيفية التفويض للسلطة في الأقاليم. كل ذلك وغيره يعبر عن ممارسة الإدارة القائمة على الفن والموهبة. برضو لنا نحن في تراثنا الإسلامي كثير من الممارسات الإدارية التي تعبر عن المفاهيم الإدارية وعن ممارسة الإدارة، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم القائد الأول للأمة الإسلامية، حيث أسس الدولة وحرر الشعب وكون السلطة وبنى النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي على ضوء التشريعات الربانية، بالإشارة إلى الشورى والتأمير. في عهد الخلفاء الراشدين الخليفة الأول الرئيس الأعلى للدولة، وكان يتم تعيين الحكام على الولايات وأنشئت الدواوين. كذلك في عهد سيدنا عمر يعني طلب الاستشارة في تعيين كبار موظفيه، وقام بتعيين قباط الضرائب من بين مواطني الأقاليم، وقام بمحاسبة موظفيه على أموالهم من أين اكتسبوها. كذلك اتبع سيدنا عثمان منهج الرسول ولم يغير ما وضعه عمر، حيث استمر في استشارة أهل الرأي وأمر بجمع القرآن بخط واحد، وزاد عدد الدواوين إلى 5 دواوين. كل هذا وغيره يشير إلى أن يعني ممارسة الإدارة تمت حتى في تراثنا الإسلامي.